بيصر الجميع، ربي ينصر الجميع، ربي يوفق الجميع، الجماعة اللي حاضرة كاملة واللي حاضرة كل شارك، آمين. ربي يحفظ الجميع ووفقه. نقرأ الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم. كل غادي نبيل وتعالي على مطار ونجدهم ما يمكن أن نكتب لكم حتى يكون ممكن سبوة كتاب الله تبارك وتعالى ما كانش أغلى من كلام الله، لا يمكن أن يباع حتى البيع مهما قدمت من أثمان، فما تقدرش توفي حق كلام ربي سبحانه وتعالى. هذه المثير ولكم وسع النظر، بارك الله فيكم إن شاء الله. ربي يجزيك خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تنفيذا للبرنامج الذي سطرناه في الاستشارة مع السيد والي الولاية. ها نحن اليوم في المحطة الثانية لزيارة المستشفيات الثلاثة. قمنا البارحة رفقة السيد الوالي بزيارة مستشفى موحد عبد القادر ببلدية الجلفة مركز، واليوم ها نحن بزيارة المستشفى الثاني اللي هو مستشفى حس بحبح مركز، كذلك لمكافحة مجابهة فيروس كورونا. جئنا رفقة العمائم البيضاء لزيارة أصحاب المآزر البيضاء لنقول لهم أنتم لستم وحدكم، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم وكعربون وفاء أتينا إليكم بهذه المصاحف، وأنتم يعني بالنسبة إلينا غاليين، ونحن جئنا إليكم بأغلى ما نملكه ألا وهو المصحف الشريف وكلام المولى تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إن شاء الله جهادهم هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجعل كل ما بذلوا إن شاء الله في ميزان حسناتهم، وكل من بذل سواء على المستوى السلطات الدائرة والسلطات الولائية، وكل من له يعني ولو يعني ذرة مسؤولية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. آمين آمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يوم في مستشفى حسي بحبح، وحضرنا مع اليوم هو العلم للطاقم الطبي والشفاء الطبي على ما يكونه من الجهودات في أجل معالجة المصابين بداء كورونا، وكل المرضى يعني هم يبذلون مجهودات كبيرة وباعدين اليوم عن أهليهم وعن أبنائهم لأجل رعاية إخواننا المصابين. نسألهم نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعطيهم قوة أكثر ويسندهم ويجلب قواهم حتى يقدموا وينتصروا إن شاء الله، يقدموا ما يسبقون إليه، ويوفقهم الله بإذن الله. وشكرا جزيلا.